فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن معنى الكراهة عند السلف أن معناها التحريم؟ فإذا نعم معناها التحريم، وهذا في القرآن، قوله جل وعلا الآيات في سورة الإسراء: مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، ولا تفعلوا ولا تفعلوا ولا، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني محرما. الكراهية تطلق في القرآن وفي السنة على التحريم، وأيضا ما كان عليه السلف أن المكروه عندهم هو المحرم. عند المتأخرين صاروا يقسمون المعصية إلى قسمين: إن مكروه كراهة تحريم، أو مكروه كراهة تنزيه. نعم.